بال2014 كنت معتقلة عند النظام السوري بفرع الأمن العسكري يلي بيحمل رقم 215 والمعروف بفرع الموت. بوقت مسائي كنا ما بنقدر طبعا نقدر قديش الساعة بالضبط، وبعد نهاية جولات التحقيق والاستجواب والتعذيب كنا قاعدين أنا ومجموعة من البنات على الأرض السخنة بعز شهر آب. كنا يا دوب عم نقدر نتنفس، وما كان عنا شيء بهالليل الطويل إلا إنه نقضي الوقت بالحكي. لعبنا لعبة اسمها الصراحة، وهي اللعبة كانت قواعدها بإنه كل واحدة بتسأل سؤال والمفروض على بقية البنات إنه يجاوبوا بصراحة. أحد الأسئلة كان إنه يا ترى إذا تقدروا تطالعوا واحدة من البنات الموجودين حالياً بالمعتقل، يعني وحدة من بيناتنا، إذا بتقدروا تطالعوا وحدة فمين رح تكون؟ الكل جاوب إنه خلي هبة هي اللي تطلع. هلأ بوقتها أنا كتير استغربت، وقلت لهم ليش؟ قالوا لي لأنك تعبانة كتير وما بدنا يصير لك شيء هون جوا المعتقل. أنا ما كنت حاسة إني أنا تعبانة فعليا، لكن يبدو إني كنت عم حاول أقنع حالي إني أنا منيحة كرمال أبقى قوية وما أضعف. قبل اعتقالي بسنتين كان تشخيصي بمرض السكري من النوع الأول، واللي بيعتمد تمام الاعتماد على إبر الأنسولين. وطبعا بظل الاعتقال وظروفه ما في رفاهية إني أحصل على إبر الأنسولين بالداخل بداخل المعتقل، وهذا الشيء زاد الوضع سوء من حيث كان فطورنا عبارة عن حلاوي غير قابلة للأكل طبعا، وهذا الشيء خلى من وجهي وجسمي دليل متحرك على التعب والإنهاك. بالوقت يلي الصبايا اللي كانوا معي تخلوا عن أنانيتهم واختاروني أنا لأطلع من المعتقل بلعبة خيال افتراضية محض، رفقاتي برا المعتقل كان واصلهم خبر إنه في صبية تم نقلها للمشفى العسكري 601، واللي كانت مشهورة بأن آخر محطة لتصفية المعتقلين المصابين بأمراض وقتلهم وبعدين تكديس جثثهم بقبو المشفى لحتى ينقلوهم لأحد المقابر الجماعية. طبعا أغلب يلي كانوا برا من رفقاتي يعتقدوا أنه أنا هي الصبية اللي تم نقلها، بسبب أني كنت الوحيدة اللي مريضة بين الصبايا اللي اعتقلوني معهم. بنفس الوقت كمان أهلي كانوا عم يدوروا علي، دفعوا مصاري كتير لحتى يعرفوا بس أنا ويني، وفي واحد أخذ مبلغ مقابل إنه قال لهم إني أنا بالأمن السياسي بفرع الأمن السياسي، وأخذ مبلغ إضافي تاني فقط ليحكوا أهلي معي على التليفون. أبي كان على الهاتف وفجأة طلع صوت بنت قالت له ألو وتسكر الخط. بلهفة الأهل وشعور الحماية لأولادهم، أهلي صدقوا إنه هذا الصوت هو أنا، وتأكدوا إني بفرع الأمن السياسي، وبلشوا يدفعوا مصاري ليطالعوني من فرع أنا أساساً مالي موجودة فيه. طبعاً هذا جزء من قصة، وهالقصة هي قصة من بين قصص كتير، قصص لأشخاص بشر هن من لحم ودم، عندهم حياة وعوائل وعالم اجتماعي بكامله فقدوه وافتقدهم.